جروب الواتساب ومفيش حد ما عندوش جروبات على الواتساب، والحقيقة انه الناس بقت بتصحى الصبح قبل ما تغسل وشها بتبص على التليفون وتقرا ايه اللي بيحصل في الواتساب، وما بين جروب العيله لجروب الشغل لشويه صحاب عاملين جروب تاني مع بعض لخروجه عملتوا لها جروب، لحتى انه الناس بقت بتشوف الاخبار اصلا اللي بتحصل في العالم برضو على الواتساب. لو حصل واتبعت كده فويس نوت مثلا في جروب ليه علاقه مثلا بالمدرسه، الموضوع مثلا الدنيا بتتقلب، وممكن يكون جدا الخبر ولا هو صح ولا مثلا اللي بعت الخبر ده صح، لكن الواتساب خلاص حقيقه الناس ما بقتش تقدر تستغنى عنها في يومها العادي. طيب هو ده ممكن ياثر علينا او على نفسيتنا او على يعني راحتنا النفسيه او حتى على التوازن العقلي؟ ما اعتقدش ان حد فينا على مستوى تفكيره الشخصي بيشوف ده، لكن الخبراء تقريبا ليهم راي تاني. يعني احنا زي ما شفنا الناس كده في الشارع، يعني ما حدش عنده استعداد انه يستغنى على الواتساب. بيقول لك كنا عايشين قبله، اكيد كنا عايشين قبله، لكن دلوقتي لما بيحصل والواتساب بيقع شويه بتلاقي الناس كلها بتكلم بعض، هو ده عندي انا لوحدي، تليفوني انا اللي فيه مشكله، ولا لا دي ازمه يعني في كل حته وحصلت كتير. خلينا نشوف راي المتخصصين دلوقتي. معانا على التليفون دكتوره هند قطب استشاري الصحه النفسيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، والواتساب بقى وحكايته معانا ايه، وهل ممكن يؤثر على صحتنا النفسيه؟ وانا زي ما كنت بقول الناس بقت بتصحى اول حاجه الصبح تبص فيها هو الواتساب وايه اللي حصل. اهلا بيكي طبعا، وانا شايفه الموضوع بتاعك موضوع ممتاز جدا، بس طبعا زي ما كل حاجه ليها ايجابيه وسلبيه، فطبعا الجروبات بتاعت الواتساب والواتساب عموما ليه ايجابيه وليه سلبيه. طبعا الايجابيات ان احنا فعلا ممكن كجروب او حاجه ليها علاقه بالشغل، او مثلا لو اسره مع بعض عاملين جروب بيتواصلوا فيه وبيعرفوا الاخبار ويتناقشوا فيها مع بعض، دي حاجه كويسه. فدي ايجابيه الموقف، ان مثلا الخبر بدل ما نقعد نبعت لكل واحد وننسى حد وكده، فلا احنا بنقول الخبر مره واحده. بس ايه سلبيته؟ ان هي ممكن طبعا لو جروب زي جروبات الماميز والناس والمدرسه والشغل برضو ممكن يبقى عليه خبر، حد يدخل يقول خبر مش حقيقي او حاجه. اكتر حاجه مرعبه جروبات الامهات والحاجات اللي بتنتشر عليها، وخصوصا بقى في اوقات مثلا الاوبئه، يعني ساعات كورونا يعني ربنا ما يرجعها كنا بنشوف حاجات صعبه. فويس نوتس مرعبه. طبعا لو بعدين كمان في ناس بتتاثر وتاثيرها بيأثر على رايها، يعني مش هتلاقي اللي داخل بيتاثر براي الاغلبيه، يعني هو بيشوف اللي قبليه قال ايه وممكن يبقى فيها مجامله، ونتيجه ده ان يحصل راي، يعني راي كبير، يعني راي بشكل عام، يعني ان مثلا الاغلبيه بيتاثروا براي بعض، فيبتدي يبقى هي دي الفكره او هو ده المعتقد اللي احنا بناء عليه بنخزن الفكره بقى، اللي هو الفكره عن الموضوع ان هي حاجه صعبه او حاجه تهزنا نفسيا او خبر غير حقيقي او حاجه كده. فطبعا يعني احنا بس المفروض مطلوب مننا ان احنا نراعي جدا ان احنا واحنا بنتكلم في جروب او حاجه على الواتساب، يا جماعه قبل ما نقول حاجه لازم نتاكد 1000000% من حقيقتها، وكمان نتكلم في الحاجات المهمه. يعني الحاجات دي موجوده دايما، بنقول ان الموبايل والانترنت وعموما السوشيال ميديا موجوده عشان المفروض يبقى ليها شكل مختلف خالص عن اللي احنا بنستخدمه ده. يعني دي موجوده عشان نستخدمها بشكل ايجابي، نفكر يعني ما ناخدش سلبياتها بس. احنا دلوقتي كل الحاجات اللي بتجيلنا من السوشيال ميديا والتاثير علينا كلها بقت بتسلب. موضوع القرش اللي لسه جاي ده، اي لحظه بس انا هقول لك حاجه، اللي بيسمعونا هيقول لك احنا بنعمل شاتنج مع بعض بنتكلم مع بعض على الواتساب، ده ممكن يضرني ازاي يعني؟ لا طبعا، ما هو انت بتسمعي على الواتساب اولا، انت مش حاسه، يعني في فرق بين لما اكون بتكلم فبتعرفي من نغمه صوتي او من طريقتي في الكلام، لو انا قدامك فانت بتشوفي التعبيرات بتاعتي ان انا مبسوطه او زعلانه، او انا بهزر او بقول بجد، او انا مثلا بتكلم عشان انا متاثره ولا دي حقيقه انا بتكلم فيها. كل ده بيبقى مش موجود واحنا بنكتب بايدينا، احنا شايفين مسج مكتوبه مش عارفين وضع الشخص اللي بيكتبها ده ايه. يعني هو دايما نقول مثلا حتى الناس لما بتتخانق على الواتساب الخناقه بتكبر، لانه أيوة. مثلا بيبقوا بيكتبوا فانا مش فاهم الكلام ده معناه ايه شويه، فتلاقي الخناقه كبرت. وممكن انا ابقى مثلا متضايقه من حد واحد من اللي على الجروب دول، ومثلا واروح كاتبه مثلا انا هي عملت موقف معين وانا فسرته من وجهه نظري انا كعلاقه بيها مش كويسه، فاروح مثلا رد عليها رد يضايقها بطريقه مثلا تضايقها. كل الناس خدت الفكره دي عنها وهي ما عملتش لحد حاجه غيري انا، او انا اللي مفسره تصرفاتها غلط، فالانسانه دي بقت وحشه خلاص. وفي ناس تانية بقى بتتصيد الاخطاء وتبدا تحطها بشكل عام للناس كلها على الجروب او على الواتساب، تبعتها لكل اصحابها توريهم حاجه معينه، صوره حاجه سلبيه.
طبعا واحنا بنشوف ده طبعا كلنا كناس متابعين عندنا اولاد في مدارس وكده، ان ممكن مدرسه واحده يكون في مشكله بينها وبين وليه امر واحده، هي عشان تدخل تنتقد المدرسه دي بشكل تلاقي كله صحيح. جري وراها. وحتى في الشغل ده احيانا بيحصل على جروبات الشغل، وده وبقى المعتاد انه في جروب للشغل على الواتساب. اه طبعا احنا خلاص هو ده الطبيعي في حياتنا، بس احنا بنقول للناس عشان ده بيأثر علينا نفسيا وبيأثر بالسلب على عقلنا. اه طبعا، لان احنا بيبقى مخزون المعلومات اللي عندنا عن الحاجه دي مخزون سلبي كله رعب وقلق، وليه نحط الناس نعمل لهم انكزايتي دايما كده بسبب الجروبات دي؟ صح. يعني ما هو يعني احنا حياتنا كلها، يعني انا مثلا في بيتي خلاص فهم بيتواصلوا معايا من خلال الجروب، انا بوصل للناس ايه وهم قاعدين في بيتهم اللي المفروض بيرتاحوا فيه. فانا ممكن اخلي دي تفضل مشدوده وقلقانه وتعبانه لحد لما تيجي بكره الشغل، او مثلا لحد لما ابنها يروح بكره المدرسه او صح. دي عشان ايه؟ الناس بتيجي في البيت ترتاح، ليه احنا داخلين لهم في بيوتهم نتكلم على الشغل وبشكل سلبي او حاجه توترهم او تضايقهم؟ صح. حتى قصه ان انت متفاعل ولا لا على الجروب، يمكن الناس ما يبقاش عندها الوقت الكافي انها ترجع ترد على الجروبات، سواء جروب العيله او حتى في الشغل بياخد المعلومات اللي المفروض ياخدها ومثلا ما عندوش وقت انه يرجع يرد، الناس بتزعل منهم لو ما ردوش لا على الوقت. وكمان على اي حال ده رد عليا وده ما ردش، وعلى فكره كل حد بينزل كلمه ما بيبقاش شايف ظروف الناس اللي حواليه. صح. فيبتدي يقول ايه ده انا عمري ما قلت، انا سالتهم كلهم ردوا ما عدا انت، ما تعرفيش ظروفها ايه. المفروض صحيح. ده العكس بقى، احنا لو هنتكلم ونحقق ونرخم هنقول طب انت بقى لقيتيني انا الوحيده اللي ما ردتش، طب ما سالتيش عليا ليه؟ بص الموضوع الخناقه بتبدا ازاي. صح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره هند قطب استشاري الصحه النفسيه على وجود حضرتك معي.